اتوقف عند هذا الموضوع. الموضوع اللي قبله قلت ما احب اتوقف عنده كثير. ما عندي مانع اتوقف دقيقه عند اكثر من ذلك ان شاء الله. نادي الاتحاد هو هم يجب ان يشترك فيه كل قياداتنا الرياضيه، كل المسؤولين الرياضيين لازم يخرجون نادي الاتحاد من هذا العزمة اللي عاصفة التي كادت أن تغلق النادي. لولا تدخل الأمير عبد الله بن مساعد أنا متأكد نادي الاتحاد سيغلق أبوابه. نادي الاتحاد هو ضحية صراعات داخلية. نعم. وللأسف أن هناك من يقود هذه الصراعات من داخل البيت الاتحادي، وهناك من يوزع الاتهامات على إدارات سابقة وكل يحاول إلصاق التهم، وهذه تزيد الفجوة وتزيد الخلافات، والنادي هو اللي يدفع الثمن. طيب احنا نبحث عن المتسبب. ما تستطيع. من الذي ورط الاتحاد؟ حتى لو اكتشفت المتسبب الان لا تستفيد شيء. يعني اداره بن داخل تركت النادي وهو مديون 50 مليون. اداره الفايز تركت النادي مديون ب 150 مليون. اداره البلوي ابراهيم بلوي غادر والنادي مديون ب 299 مليون. الاداره الحاليه حتى بكل اجتهاداتها وتسددت 70 مليون الى الان، وسوف تسدد يمكن اكثر. ستغادر والنادي عليه ديون لا يقل عن 200 مليون. إذن كلهم شركاء. كلهم شركاء في هذه الأزمة. كلهم. أنت تركز على أن نبحث من وهذه